لو مش عاجبك نغيرها ونجيب غيرها. بقول لك ايه يابا، عليا النعمه بتحولك وجا شرف جنبك هنا. يا حبيبتي يا سمسم، فعلا ورحمه امك. نويت تتاهل؟ نويت، وعهد الله نويت. يا لهوي، هو انت عايز الراجل يغير رايه ولا ايه؟ يعني خلاص هتجيب لي حته عيل يمد في اسمي ويطول في كفني؟ ايه بقى لازمته الكلام ده؟ ربنا يديك الصحه. البركه فيك يابا. المهم انت تكون مبسوط. مبسوط مني؟ مبسوط يا سيد، مبسوط انك هتتجوز. بس هات، كان نفسي ابقى معاك كتف في كتفك وقابل الناس اللي جايه تبارك لك. معلش، تبقى معانا في الطلاق ان شاء الله. انا برضو يا سيد. سامي باشا، اهلا. ازيك يا عم جد الله؟ ربنا يبارك فيك. سيد ابني وعروسته. ازيك يا باشا؟ وجاي يفرحوني بجوازهم. الف الف مبروك. الفرحه دي شربتها عندي النهارده. كلك واجب يا باشا. بعد اذنكم. ماشي يا باشا، اتفضل. ما كنتش مستنيه من حضرتك كده ابدا، وخصوصا ان انت عارفه كويس مين قوي الحب. بصراحه انا ما كنتش متوقعه انك ترجعي تاني، وكان هيبقى عندك حق برضه. انا فعلا ما كنتش عايزه انزل، بس اخويا هو اللي اقنعني، قال لي لازم تروحي، انت ما عملتيش حاجه غلط. احمد اخوكي هو اللي قال لك كده؟ مش احمد اللي قال لي، سيد اخويا الكبير. اه، هو في سيد كمان؟ عموما هو بيتكلم صح فعلا، انتي معملتيش حاجه تتخبي منها يا رحاب. عارفه يا رحاب، انا قبل كده اتحطيت في موقف ممكن يكون اصعب من موقفك، موقف هدني من جوايا، وقفني كده قدام نفسي مش عارفه ابتدي منين او ابتدي ازاي. كانت علاقه قدمت فيها كل حاجه وخسرت فيها كل حاجه، قعدت فتره طويله قوي متضايقه ومش قادره اسامح نفسي. بس بعد ما الوقت بيعدي بتكتشفي ان في حد تاني خالص هو اللي المفروض يتضايق من نفسه ويقرف منها كمان. فاهماني؟ فهماكي. بس انتي شكلك كده في حاجة تانية مضايقاكي غير اللي حصل، مش كده؟ احكيلي فضفاضي، ما تقلقيش. ايه اختي اللي جاتلك هنا مرة؟ مالها؟ يعني هي اصلها شافتني في موقف كده، يعني ما كانش المفروض اصلا يحصل، بس هو حصل. مع حد بتحبيه؟ ايوه بحبه قوي، بس والله العظيم ما في اي حاجه حصلت بينا، ايه بس شافتنا وهو كان عايز يبوسني يعني وكده، ومش عايزه تصدق ابدا ان مفيش اي حاجه حصلت. وبتضايقك باللي عرفته عنك؟ اه، مش عارفه ليه بتعمل كده، دي اختي. يمكن مصدومه من اللي شافته، يمكن يعني مش عارفه تتصرف ازاي، بس اكيد هي مش قصدها تاذيكي او تهددك. دي بتعمل كده طول الوقت. ما تخليها تيجي تقابلني. ليه؟ هتعملي ايه؟ ما تقلقيش، انا هعرف اتكلم معاها. ياب ما تروم التوه اللي انت فيها دي، مالك؟ ماليش يا معلم. مالكش؟ ده انت سمعت مهرجان عبيله واديله لما اترشت، بس ربك والحق انت الغلطان. ليه يا معلم؟ هو انا دخلت عليها دخله شمال لما مؤاخذه؟ ده انا طلبت لها الجواز. ياض افهم، كل مره ليها سكه تنفع معاها. عندك مثلا المره اللي تحب الراجل الرايق الراسي اللي يخليها تلهري وتنكت وتفرك كده لحد ما توقع لوحدها. عندك كمان المرة اللي تحب اللف والدوران لحد ما توقعه بمزاجها. في كمان مرة بقى القرش يسايسها من غير لا كلام ولا هاري. طب ونصر سكتها ايه؟ لا دي بالذات مالهاش سكة. ابعد عن وشها احسن لك. لا يا معلم انا عايزها. يكشي يكون بتحبها. بحبها والختمة الشريفة بحبها وبموت فيها كمان. يا تكبر بقى واسترجل ولا احب لك واحدة غيرها. الله، وانت ما شفتهاش لما كنا عندهم في البيت كانت عامله ازاي؟ مره زي الباجور، لا بتكبر للرجاله ولا لغيره. معاك حق، معاك حق، بس انا اعمل ايه؟ المره مخيشه في دماغي، مش عايزه تخرج. فوق لنفسك ولشغلك، انت زي معوض اخويا وانا عايز مصلحتك. ما تخليش دماغك تجري ورا سكه ما تنفعكش. يلا او كله سلف ودين. الو رياض، ماشي
خلاص وكلمني. ها وصلوا لايه؟ تمام يا معلم. بيحصل. قلب احبائي. شفتي الست اللي عملت شعرها برتقاني؟ دي غريبة جدا، أنا بجد مش مصدقاها، أنا شايفة إنه كان أحلى بكتير. كتير؟ إيه ده؟ سيد؟ أه سيد. إزيك يا حبيبي؟ إزيك يا حومة؟ إزيك يا أخويا؟ خير؟ في حاجة حصلت ولا إيه؟ إيه اللي جابك؟ في يا بت؟ جاي أطمن عليكي. أنا بخير والحمد لله، ما تقلقش، أنا عاملة حسابي أستأذن بدري عشان ألحق أوضب ميسا. بس بدري بدري، بعد لسه نجيب حاجات قبل ما نروح. لا مش هينفع، بوشي مش هتوافق. بوشي إيه اللي مش هتوافق؟ الله حرام أكسر لها المكان باللي فيه، ما سمعتش عني ولا إيه؟ مش محتاج تكسر حاجة، أنا سامعة عنك لوحدي. يا لهوي، لا مؤاخذة يا فندم، حقك عليا. غير أرحام. حاضر حاضر يا أخويا. ما تستغربش أنا كده، مش بحب اقعد في مكتبي كتير، بحب افضل هنا وسط البنات عشان افضل فاهمهم وحاسه بيهم طول الوقت. حاسه بيهم عشان قاعده في وسطيهم. بس ما حسيتيش برحاب لما اتحبست ليلى في القسم، مش كده؟ انا مقدره زعلك، ومقدره كمان ان انت اللي اقنعتها ترجع هنا تاني. رجعتها بمزاجها مش بمزاج حد تاني، ومحدش يقدر يغصب عليها. اللي حصل لرحابة اتلطت فيه ظلم وعدت، شيطانك بقى هيوزك تلطيها تاني هتلاقيني واقف قدامك، وساعتها هتعرفي مين هو سيد بوخارست، وبدل ما بتسمعي عنه هتتكلمي عليه. واضح انك ما تعرفش انا مين، وما تعرفش كمان انا ممكن اعمل فيك ايه بعد الكلمتين دول. بس اوكي، هحط نفسي مكانك، هحكم عقلي، يعني هعتبر نفسي ما سمعتش حاجة خالص، وهعتبر كمان ان دي اخر مرة اشوفك فيها هنا. هتشوفيني تاني وزبون كمان، اصلا بموت في التدليك. مش هيحصل. وحياتك لا يحصل، وبايدك دول كمان. بقى تسيبك من اللي في ايدك ده وتركز معانا بينا. مالك يا سلطان؟ ما انت كنت بتمق فيه بقالك ساعة، حد كلمك ولا هو حلال ليك حرام علينا يعني؟ مش كفاية ان هو مقري قبل كده؟ يا سلام، مقري قبل كده يعني لقيت في خبر متاكل مثلا؟ اسوة خير. انت عارف ان انا ربنا ما ابتلانيش بأي حد اقدر اثق فيه واسلمه اللي في دماغي غيرك انت. حبيب ابو صلاح. ايوه، او انت كده جبت التايهه. صلاح قول اخويا. بص اخويا، انت عارف ان الواد صلاح حاله مايل وسكته عوجه، وانا على يدك حاولت معاه مره بالاداوه والف بالعشره ما ارتجعش، والسكه اللي ماشي فيها دي مش هتلط لوحدي، لا دي هتلط سمعتي وسط الخلق معاه. تربيه واطيه قوي، واطيه واطيه يعني. طيب ما دام مش عارفين تربوا العيال بتخلفوهم ليه من الاول يعني؟ يا عم ما هيش ناقصه حكم ومواعظ، هي ناقصه في ايه يا عم نبيل؟ اسمعني بقى اللي اقول لك عليه. الواد عايز يمشي في تجاره الصنف مع بوخارست. الصراحه بقى انا ما لقيتش حد غيرك انت. لا غير مين؟ هو انا يعني هعرف اقنعهم ولا ارجعهم على اللي في دماغهم هما الاثنين؟ لا يا اسطى ما اعرفش. تعرفش؟ طب اسمع بقى النهي يا امين الدرك انت، انا عايزك تزق عليه كام واد من السرسجيه والسوابق اللي انت تعرفهم كويس، عايزهم يعجزوه عكشه ليا، يفرموه لغايه ما يعرف ان الله حق. يعجزوه يعني؟ يعجزوه؟ اه يعجزوه. وماله؟ الكلام ده تقوله لصلاح ماشي، تصدر له قبل كاش القسوة يصدقك، انما انا لا، انا عارفك كويس يا سلطان، ده انت ما بتطيقش الهوا الطاير اللي على الواد، ولا حتى حمو النيل بتاع العيال الصغيره. اسره
هتخلص الليلة دي ولا اشوف حد غيرك؟ لا غيري ايه؟ انت عايز تتلف الواد ولا ايه؟ خلاص اللي تشوفه سلطان، الليلة دي عندي. عندك عندك؟ عيب خلاص عندي. ايش بقى قهوتك؟ تعبتي نفسك ليه يا اختي؟ ده انتي المفروض تقعدي ونسقيكي. يا دي العيبه يا نصره، ودي تيجي برضو يا اختي؟ انتي فاكراني دفا ولا ايه؟ تيجي تقعد كده وتضم رجليها في حجرها؟ اصيلي يا بنتي يا مون، من ربنا يخليكي ليا يا رب. تسلميلي يا حبيبتي. مكسوفه منك يا نصره على السواق اللي حاصله في الشقه، كنت خليتيها عندي. جرى ايه يا بنتي يا هبله؟ عندي وعندك ايه؟ الشقه هنا اوسع، ولو على النظافه تعالي بكره نضافي. لا يا اختي ولا اعرفك. يبقى ما انتيش ماشيه غير لما تنضفي. قولي لي ايه رايك؟ الله ده جميل قوي، تسلم ايدك يا بنت، عقبال يوم فرح حبيبتي قمر والنبي. مش بدري يا حوبه، المكياج يسيح. يسيح مين يا نصره؟ ده مكياج حوبه اللي ما يطلعش الا بالحموم يا اختي. بنتي يا ايمان، إيه؟ البت دي اصلها جواها نار قايده، تسيح اتخن مكياج. بتقولي ايه يا نصره؟ اي يا اختي، نور قايده كده فيا ومش عوض. اهري من كنت يا اختي منك ايه؟ الله يرحمه الله يرحمه، يبشمش الطوبه اللي تحت قرعته. هو مين ده يا ولية؟ المرحوم اللي انتوا عمالين تسفوا في قهوته ده. جرايه يا وليه منك ليها؟ فرح ده ولا عازة؟ بس سمعيني زغروطة يا اختي انت وهيه. بنتي يا ايه ده يا احمد يشغل لنا مزيكا. حاجة فرح يا اخويا من البتاع بتاعك ده بسرعة يا اخويا. او النبي اعمل لهم دي جي عشان الست يونيا تعرف تهز. ايوه يا اختي هحس، وانت كمان هتهز. وانت يا بنت هتهز، وانت يا نصر هتهز. هزه ماليش فيها. هعلمك ايديا لك ايه اللي انت شغلته ده؟ مش قلتلكوا ده عزا بس كاتب وعلى المعاش كمان؟ يا اختي تفي من بقي، ما تغير الاغنية يا احمد، انا عايزه كله يرقص، عايزه تحت كده تبقى في جمالك. والنبي ظبطيها يا اختي، ظبطيها يا بطه وظبطيها. هي دي بقى هتشعوض. الواد ده حلو سابق سنه، الواد ده حلو ما اقدرش انا ابعد عنه، الواد ده حلو الواد ده حلو سابق سنه، الواد ده حلو ما اقدرش انا ابعد عنه. كنت يا دنايا تروح فرح صاحبك النهارده، وهي يونيا كانت هتوديني عند الدكتور. خلاص يا اما انا جيت، والست كتر خيرها عملت معانا الواجب وزياده. والله بنت جدعه قوي، ربنا يسترها ما يفضحها ابدا، ما سابتنيش دقيقه واحده طول ما انت غايب. وابويا بقى كان فين ساعتها؟ ما هنش عليه مره ينزلك يوديك العياده ولا يعمل لك التحاليل بتاعتك. والنبي يا ابني قال لي، بس انا بقى ما حبيتش اتعبه. وكفاية عليه يا دنايا القهوة وبيته، وقالوا عليك طول ما انت غايب. أجي أنا كمان وحط. قلقوا عليا بقى سلطان، هيقلق عليا أنا. بقول لك إيه يا صلاح، مش ناوي يا دنايا بقى تصفى لأبوك؟ يا ابني أنت مالكش غيره من بعدي. ربنا يخليك لينا يا أمه ويطول لنا في عمرك. خليك ليا يا حبيبي، وتفضل لي سنة دي كده على طول. تلاقيش يا أم صلاح، أنا من هنا ورايح أفضل جنبي. لا هخليكي تحتاجي لحد ولا حاجة، وإن شاء الله هدخلك أحسن مستشفى تتعالجي كمان بدل بهدلة العيادات والتحاليل. يعني مش هتسافر تاني يا صلاح وتسيبني؟ لا يا أم صلاح، خلاص السفر ما بقاش جايب هم، وابنك ما بقاش حمل التنطيط بقى والبهدلة، والحمد لله الشغل ماشي هنا كويس وكل يوم بيبقى أحسن. أنت بس ادعي لي وهي هتزهزه وتبقى عسل. ده عيالك يا حبيبي، وربنا يجعل لك في كل خطوة سلامة. مش الشفار ده لغايه البلكونه اللي هناك دي، يلا اطلع على اللوب. جرى يا عم سلطان، انت واقف تكاتشن؟ ده لو انت اجي عليك واقف على السلم متعلق في اللوبه. في السلم ولا في السن ده؟ انت بتعمل لي فيها عجوز، ده انت اعفى مني يا جدع. قرة ساهل قرة. يا كنتاكي. يا حوكا. ايوه. خد تعالى. ايه يا كبير؟ شفت الصلاح؟ لا والله ما شفتوش، ليه خير؟ خير؟ اه. اصل انا عندي معاه مشكله، بكلمه الصبح ما ردش عليا. ليش معاك دي اخضر؟ لا والله انا احمر. احمر؟
يلا تتهرج معايا. يلا يبقى كده ماشي يا عم بخير. يلا يلا هات لي شاي. ماشي. بقول لك يا عم سعد، انا من امبارح وانا قلبي مقبوض مش عارف، حاسس في حاجه غلط كده. تاخد كام وتخلعني من الليله دي؟ والنعمه لو قعدت تقول من هنا لبكره ولا هصدقك يا عم سعد. يا قاور انت هرشنا. بالك انت يا سعد، وهم صغيرين ما كانش يستحمل عليها الهوا الطويل. تبقى دلوقتي وعايز تخلع يا جدع؟ في ايه؟ ما تطمعوش فينا بقى. طب تعالى تعزمني شاي وتعالى. في ايه؟ فرح بص ولا ايه؟ لا يا راجل فرح ولا فارق. خساره. بص يا سيدي، والله العظيم ثلاثه ربنا هيفرحك زي ما فرحت ابوك بالحركه اللي انت عملتها دي. طب على الحرامه كان نفسي اخرجه يشوف ليله زي دي، بس انت بقى عارف اللي فيه. عارف عارف يا ابني، ان شاء الله هتفرح باخواتك وبالبنت ميسه. بنت دي تتقل بالغالي، بنت جدعه وبتحبك. البنت ميسه بقى مش عارف عملت فيا ايه. انت عارف وانا في الغربه شفت نسوان اشكال والوان، الملفوفه والرفيعه واللي نفخهم على 18، بس اجي ابص في عين واحده منهم ما بشوفش غير ميسه. انت كداب يا ولد. صح يا عم سلطان، الست اللي تبص في عينيها وما بتشوفش روحك على حقيقتها تبقى غلطان في العنوان. يا سلام. ميسه بقى بص في عينيها كنت اشوف سيد بجد، اللي مالي عين الناس كلها من غير لا فتوانه ولا قوه. في الحب والدلع تقول لك ما تتكسفش، وفي وقت الزنقه شايله حمود واقفه في كتفك وفي ظهرك وتقول لك هات اخويا كمان. بسم الله ما شاء الله. يا عم سلطان، في فرق كبير بين المره اللي تحسسك ان انت ذكر ومره تحسسك ان انت راجل بجد مالي عليها الدنيا. بس الله يكرمك، عشان انت حركت مشاعري لدرجه ان انا هروح لسعد دلوقتي اخليه يخلعك واتجوزها. طب لا حرام لزعلك. لا لا خلاص. انت صدقت ده كده في ايه؟ ربنا يهني سعيد بسعيده. يا عم سلطان ما تصبر. انا وصلت. بقول لك ايه، ما تخليش الراجل ده ينكس لك ليلتك وتعزمه. الراجل ده ما بيحبش يخل حد. وانا ما قلتلكش مش المعلم فوده بطل نجاسه وحاج بيت ربنا وبقى نظيف. ابن حلال تعال اشرب بقى الشربات. الليلة الكبيرة يا سيد، اركب كلمتين على الطاير. استنى تكر على الله فوده، ما تبصش ليلة الجدع. نزل شوية شربات لعمك سلطان يا سيد عشان يروق دمه. تعالى مش هنتأخر. إلهي ربنا يكرمك يا اختي على وقفتك جنبي. أنا مش هقدر أقف معاكي أكتر من كده يا نصرة، لازم تتصرفي وتشوفي لك حل وإلا. حاضر يا حبيبتي حاضر والله. هي أوضته فين؟ من هنا؟ طب شكرا يا اختي. الحمد لله، الدكتور طمنا والتحاليل طلعت زي الفل. الحمد لله يا حبيبي. مفيش تاكسي عايز يقف ليه؟ ايه يا ام توك ما افتكرتي؟ ايه ابنك ما وحشكيش؟ وبعدين يا معلم فوده، انا بقالي ساعتين راكب معاك العربيه عملت تجيبني يمين وشمال، ولما مؤاخذه في الاخر ما فهمتش حاجه. ماشي يا سيد. البضاعه اللي انت غبيت عليها انت والواد صاحبك ولهفتوها تخصني. بضاعه ايه؟ انت راح منك لحمه. بقول لك ايه يا ابن جد الله، بطل استعباط وتعالى دغري. ما انا جيت لك في الدغري عملت لي فيها مفتي الديار، زعلان لي دلوقتي؟ تقوم تعمل الدور ده كله علشان اطلعك في النور واقول لك اني لسه ماشي. ماشي يا سيد، لسه في الكار وكبير معلمينه كمان. صح كده، بس انت ما لعبتها صح يا سيدي. علمني البضاعه اللي انت غبيت عليها دي لسه ما تدفعش ثمنها، يعني مش في حيازتي 100%، وصاحبها المعلم عرابي ما بيرحمش، واحنا بقى ما يلزمناش رحمته. ما بفهم اللي غب غبه زي دي، يا اما يبقى قارح قوي ومستكفي يا اما عليه العوض. وانت شايفني مين فيهم بقى؟ شايف عليه العوض في شبابك وفي صاحبك اللي تحت ايدي. اسمع يا سيد، قدامك سكتين مالهمش تالت، يا اما فلوس البضاعه اللي بعتها توصلني لحد عندي وانا حراضي الراجل واشتري خاطره، يا اما راقب صاحبك وبعديها رقبتك وربنا يصبر العروسه. والسيد بخارستي يتخير بالنارين يا معلم.